وسهلا بمتابعي شبيبة، يسرني أتحدث إليكم اليوم عن مشروع سندان. لقد نهينا بحمد الله 70% من الحزمة الإنشائية أو الهياكل لمباني سندان، ونتوقع بإذن الله أن يتم تسليم المشروع في وقته المحدد في الربع الثالث من عام 2018. مشروع مدينة سندان هي أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة، وتتوزع وحداتها بين وحدات صناعية وتجارية وسكنية. وقد تم بيع المشروع في بداية طرحه، وبإذن الله ستكون هناك حملة كبيرة لتسويق أو تأجير المشروع في العام القادم.